بيت في أحلام وأسرار، وكل بيت بحكي قصة، قصة فرح، راحة، وممكن معاناة وألم وحزن. واليوم رح نحكي قصة بيت اختلطت فيه كل المشاعر، الألم والمعاناة مع قوة الأمل للتخلص من قهر الفقر. داخل كل بيت في أحلام وأسرار، وكل بيت بحكي قصة، قصة فرح، راحة، وممكن معاناة وحزن وألم. واليوم رح نحكي قصة بيت اختلطت فيه المشاعر، الألم، المعاناة مع قوة الأمل للتخلص من قهر الفقر. داخل هالبيت بتعيش عيلة مكونة من 4 أشخاص، أم، أب، أطفال. هالأطفال اللي بعمر الورد بيعيشوا ببيت قايل للسقوط، يعني ممكن يقضي على حياتهم بأي لحظة. السلام عليكم. كيف حالك؟ أخبارك؟ كيف حالك؟ شو الأخبار؟ الحمد لله. شو اسمها الحلوة؟ مريم. تعال سلم عليك يا مريم. حالك؟ مسلمك الحمد لله. قديش عمرها؟ سنتين وثلاث أشهر. سنتين وثلاث أشهر. زوجك؟ 35 سنة. إيش اسمه؟ راس النوازة. و إخوته؟ هذا أخوه، إله هذا رامي أخوه. إخوتك عايشين معك؟ لا، حادة مع أمهم، مش عايشين معكم. وأنتوا جزء من الرعاية هون. أنتوا بديروا بالكم عليهم ولا خلاص مع أمهم؟ هم بديروا بالهم. مين ومين عايشين هون؟ إحنا وولادنا بس، 4 أنفار بس الولاد. من زمان أنتوا عايشين في هذا البيت ولا؟ 7 سنين. قبلها وين كنتوا عايشين؟ يوم تجوزنا هنا، بس يوم توقفت رحمة حجي أعطونا هي هالسنتين. طيب، طبعاً إحنا جايين من تلفزيون فلسطين، والأستاذ خالد الحمتولي من فائد ما لديكم لحتى يقدم لكم معونة عينية، وإحنا رح نقدم لكم معونة مادية من تلفزيون فلسطين، معونة طبعاً مقدمة أيضاً من الرئاسة. فإن شاء الله اليوم رح نقدم لكم إياها، وحابين هيك ناخد جولة في البيت معاك. يعني هذا الجزء هو المفروض انه يكون مطبخ. هذا هنا المفروض انه مطبخ، هذا الغاز اللي بيشتغلش او بشحر بعدها. فيش مجال الا تكون حياتها في المطبخ وتحضر الاكل هون. فيش طوائل زي ما انت شايف، فيش كراسي، كله على الارض. طلع الشبابيك والابواب والوضع كيف، حتى البيت قديم. والبيت قديم قديش له مبني؟ يمكن 40 سنة، وهذه 50 سنة. احنا بنحكي عن رطوبة بتأثر على الأولاد الصغار، بنحكي عن سقف ممكن يسقط، ممكن يهيل بأي لحظة. يعني احنا عم نحكي عن بيت غير مؤهل، غير مؤهل للسكن، لإعالة عائلة مكونة من أطفال وأكيد مرضى بنفس الوقت. كمان انت متعود انك تشوفي في كل بيت الأوان الطبخ والكاسات، وهذا كل موجود. يعني هذا المطبخ تبعها، وهذا هو المواد اللي موجودة. طبعا هذا الموجود اللي انت بتشوفيه، يعني شوية شغلات هي تستخدمها حسب حاجتها. طيب، هلا في جزء هنا من المعاناة كمان، الكهرباء زي بالسعيد ضعيفة. الكهرباء بدها تجديد سلوك عتب زمان. هذا يعني الخزاين، هذا الخزاين طلعي، وحتى الخزاين هذه هي واقفة على حجر مش على مش خربانة. فاللي موجودات في البيت هو تجميع من بعض الشغلات مش احتياجات. هذه جزء من الأسر المستورة اللي هي ما بتروحش تطلب. بخجل أنا طبيعتي خجولة. بالضبط. الناس لازم تيجي تدور على هذا الأسر. أستاذ خالد، في حال الأسر بتخجل إنها تحكي عن يعني حاجتها، إنها تشكي تطلب، شو دور هون مؤسسات المجتمع المدني؟ خلينا نحكي مش بس مؤسسات المجتمع المدني، من هون نوجه رسالة لكل إنسان بشعر بمسؤولية تجاه مجتمعه. هو بتحكي درجة أولى اللي هو الجار والأهل. اللي هم ممكن أي حدا، ممكن الجيران يعرفوا في حالهم أو الأهل اللي بيعرفوا وضعهم، إنه قديش ممكن هو دورهم يكون إيجابي في مساعدتهم. صح. وممكن تكون المساعدات إشي بسيطة، حتى بجوز إشي بسيط للأطفال أو بلوز غير اللي هي ممكن ما تكونش مكلفة. ويكون في دور كمان في التواصل مع المؤسسات والجمعيات اللي هي ممكن تغير حياة الأسرة للأفضل. صح. يعني أسوأ ما إحنا بنوصل له إنه هذا البيت
في هذا الوضع انت بتحكي عن سقف، بتحكي عن كل الاحتياجات، بتحكي عن شغلات، هذا كله شوفي قديش معنا طبعا. وكل اشي بيخرب او ما بيكون موجود هو بنته، يعني ما بنقدر نجيب شيء ثاني. طب احنا عندنا هون موجود معنا طرد غذائي لكم للعيلة، وعندنا هون غاز بدل الغاز الخربان الموجود عندك اللي ممكن يساعدك انك تطبخي تحضري لقمة لأطفالك برمضان وزوجك أكيد، وعندنا هون الغسالة بما انك حكيت عن غسالتك يعني هيك ممكن يعني هذه أهم أدنى الاحتياجات اللي ممكن أنا بقول بالضبط احنا نكون فيها. يعني هو احنا هذا الأسر احنا بنتبعها ومعها في البرنامج ومعها بعد البرنامج، وطبعا هذه الأسرة هي بجوز في عنا مئات الأسر المشابهة بالظروف وبتتغير شوية ممكن عدد الأفراد أو وضع السكن، بس أهم إشي إنه في أسر مستورة في بيتها بتحتاج لأبسط الشغلات مش موجودة، طرد الغذائي اللي هو مش مكمل أو الشغلات اللي هي الفرشة المخدة الحرام طبعاً، أو الخزانة اللي زي أنت شايفتيها اللي مكسرة. هلا الخوف مش أكثر إنه خزانة مكسرة موجودة، هذا الخزانة لو صار شيء وقعت على طفل صغير ممكن تأذي حياته. إيش صار؟ امبارح وقعها الولد مرتي الخزانة. يعني هذا الخزانة بتوقع ولد لا سمح الله بتعمل أذى، هذا السقف لو وقع كمان على رأس طفل يعني حتى أذى. إحنا أثناء وجودنا هون يعني صحيح يعني مش فقط على حياة العائلة الموجودة هون، أي إنسان بيدخل هذا المكان رح يكون في خطر على حياته، يعني إحنا هلا موجودين هون وفي خطورة أنه ممكن يهين السقف في أي لحظة، فهاي هي المسؤولية ممكن موجودة عندنا ولازم تنتقل لأرض الواقع. في كلام كتير ممكن ينحكى عن أرض الواقع وممكن الواقع يحكي عن نفسه. بقينا قاعدين هنا محل أولاد هذول، قام اللي قاعدة تسقط علينا، قلت وأنا مجبورة الحين الأولاد صار فيهم شيء، أخذت أولاد وظلت جوا زارق فيهم، استزلتش أقعد هنا، عاد قلت يلا الاتكال على الله، وين صرنا نقعد هنا، أولاد الحلال تبعين الجمعية جابوا لنا هنا، قعدنا ندفع عليها، قابلها بقينا نشل من السقعة. يعني بقينا نلتن نشل أنا والأولاد، والله يوم خشت علينا هذه إنها ونستنا ودفتنا والحمد لله رب العالمين، والله يعطيهم اللي بعض. عندما يحاكي العطاء الواقع سيعود بفرحة واعتزاز على هذه العائلة، كما رأينا إيمان وسمعنا كلماتها كلمات الامتنان لعطاء جاء دون طلب. بعت قهوة وبعت تخان وبعت محل حلولة زلمة بيع فيه حياتي دكان. بعض المفكرين التنمويين والاقتصاديين أو دعونا نقول ما جرت عليه العادة يقولون أو يحملون وزر مشكلة الفقر للفقراء بأنهم كسولين ولا يريدون العمل، إلا أن فراس يناقض هذه المقولة ويرفض بشتى الوسائل واقع حاله، يرفض بدافعية. والله جوزي أول ما تجوزت بقى يبيع بلزين بقى عليه بيع، من يوم ما فتحوا وهنا كذي وهنا بصر شو قعدت أحطه مسكين يروح في الشمس من الصبح للمغرب ما يبيعش جنيه، شو قعدنا نخسر، قلت خلص الرزق على الله أقعد، ظلت في الشواب في الشمس أقعد خلص. عودوا ولاد الحلال فزعوا له في العرباي، سويت له ذراع اسبوعين الناس تشتري والحركه محلاه، وبعد اسبوعين شلت الحركه. طب شو السبب برايك؟ بطلوا يشتروا منه، معقول عشان كثرين البياعين ولا كيف؟ احاول مسكين بس يطلع من الدار يفضي خلقه ويصرف على حاله، ما فيش مسكين عليه حركه، وعصبي عصبي كثير كثير من عصبي كثير مفرف طروحه من القعاد بيعصب، يا الله شو بيعصب. يبدو أن أهل هذا البيت وهذا البيت لم يسلم من مخلفات الفقر وقهره، فحتى أغطيتهم الرثة باتت ضحية الخراب. كل الجيران شاهدين علي من العام للسنة هذا ولا 60 فار صرنا زقطين، ولقيت في الحمام عرسي هالقد ما بستجر الصبح حتى أقوم خلص صار معي ارتباك من العرس يوم شفت 50 فار بنجيب لزقات وبنحط
طعنا جنابين هذيك تنهار برا، غوطن في الجنابي هالطول الفيران، غوطن في الجنابي من الفيران غوطن، بقيت يبحث في جوات الجنابي، اكلن جنبيتين، وكلن احسن شرشف عندي اكلن، ايش بدي اسوي؟ وكلن باكل نعفش الاولاد وكل ايش الفيران باكلن، صرت انزمع منها. شو حابب هلا تبيع؟ كل شيء. كيف بدك تبيع؟ بتبيع هارة، سبس، وعطرات، حلو، عصير، هيك. فراس حاول يشتغل أكتر من مرة وجرب خيارات كتيرة، ولسه عنده الأمل يجرب كمان. وإحنا مع فراس راح نفكر بخيار جديد نعيد استخدام العرباي لحتى يقدر يأمن مصروف العيلة. تفضلي. ورمضان كريم. هاي معونة مادية من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، طبعا تلفزيون فلسطين. إن شاء الله يا رب ربنا بيعيد رمضان عليكم وأنتم يعني بأفضل حالة، حالة صحية ومادية. يعني أستاذ خالد، من بعد ما إحنا قدمنا معونة مادية بالإضافة للمعونات العينية من الغسالة للغاز للطرد الغذائي، خلينا نحكي إحنا كيف ممكن ننتقل من فكرة المساعدات فقط اللي ممكن تستمر لفترة مؤقتة وفي الآخر ترجع العيلة لحالتها، إنها بحاجة دائما لمعونة، لأنه إحنا نمكن العيلة بما إنه العيلة هون موجود في عندهم عرباي، كيف إحنا ممكن نستخدمها برأيك؟ طبعا إحنا التمكين هو بجوز، يعني أنا ما بدخل البيت إلا أول شيء بفكر فيه التمكين مش المساعدة، لأنه الطرد الغذائي بينتهي بفترة صح، أو الاحتياج بينتهي، فدائما إحنا رسالتنا إنه التمكين، لأنه أنا لما بوفر دخل ولو كان بسيط، يعني أنا ما بدي دخل يوفر مبلغ كبير، دخل لو كان بسيط بوفر احتياجات الأسرة. إحنا بالنسبة لنا هذه الأسرة يعني بنساعد، موجودين معها، يعني هي من الأسرة اللي إحنا من ما بدينا، هي من الأسرة اللي بنستهدفهم في كل ما يقدم لفائض ما لديكم، وهذا البرنامج، وطبعاً إحنا راح نكون جزء معهم، راح نحاول بقدر استطاعتنا نحاول نغير في جزء من البيت والشغلات، وإذا قدرنا نسوي المطبخ، هذا كله طبعاً قائم بأهل الخير اللي بقدموه، وبتضل رسالتنا معهم عشان الحد الأدنى من الاحتياجات اللي تطلبها الأسرة اللي هي الأكل والخبز والإشي الإشي للأطفال، طبعاً إنه راح يكون عندنا العرباي، بدل ما هي ذرة ما بتبيع تحب تشوفي جدتير. أكيد طبعاً بدنا بنحب نشوفه، أكيد السادة المشاهدين بحبوا يشوفوا معنا يعني إيش ممكن نستفيد من العرباي، نعيد استخدامها بطريقة إنها تعيل العائلة. قديش شعور رائع رح يكون من أهل الخير إنهم ما بيقدموا مساعدة رح تستمر زي ما قلنا لفترة زمنية مؤقتة، ولكن رح تعيلهم بشكل دائم ودخل لهم هالمبلغ المالي اللي رح يسد حاجتهم نوعا ما. وفي شيء مهم إنه العرباي صغيرة، يعني ما رح تقدر نحط فيها كل إشي، فإحنا مع هذه الأسرة رح نضل معها لغاية 3 شهور كل ما يفضى، لأنه إحنا بدنا العرباي يشتغل ويصرف على أولاده، مش يشتغل ويجيب بضاعة، لأنه الأسرة احتياجاتها كثيرة. صح. فإحنا لغاية 3 شهور مبدئيا رح نشتغل إنه كل فترة إنه شو بينقصه من هذه المواد إحنا رح نوفرها طبعاً، عشان يقدر يستمر إن شاء الله على طول طبعاً، ونصير العرب تصير محل إن شاء الله. أكيد تفضلوا معنا. يعني هلا فراس رح تبطل تفرفت روحك في الدار، انه زي ما قالت لنا مرتك بتزهق في الدار وبتعصب، بتحبش تقعد في الدار. هلا شو بدك تعمل؟ بدي اشتغل، تبيع من العرباي. هي العرباي صغيره، يعني ما بنقدر نحط فيها كثير، بس يعني ولكن ان شاء الله مردودها حيكون مناسب، عندنا صندوق ممكن نحط فيه ويبدا يستخدم اللي هو وانت متعود عليها، لانك قبل هالمره اشتغلت عليها ذره. افتح الصندوق نحط هذه. ايوه هذه رسالتنا، حياه كريمه مش حياه مساعدات. طبعا يعني لا تعطني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد، فاحنا ممكن من خلال هالعرباي هاي نساعدهم انهم يامنوا مصروفهم بشكل يومي، ممكن ايضا المشاكل اللي بتصير داخل الاسره، يعني مثلا مش حيضل طول اليوم قاعد في البيت يزهق زي ما قلتي، ممكن يصير في تصادم مع الاطفال، وهيك انت كمان تاخدي راحتك بالبيت، نطفي تشتغلي برواق، وعندك غساله هلا.
هلا يعني ال 2000 دولار المقدمين من هيئة الإذاعة والتلفزيون اللي هو تلفزيون فلسطين طبعا، بالإضافة للغسالة والغاز طبعا والطرد الغذائي المقدمين من حملة فائض ما لديكم، وأيضا صار في عندكم طريقة لحتى تكسبوا عيشكم، تكسبوا قوت يومكم زي ما بنحكيها من خلال هاي العرباي. فهلا انتم جاهزين انكم تكونوا مسؤولين عن حياتكم، عن مصدر عيشكم؟ جاهز فراس؟ تمام، ربنا يوفقكم. وطبعا اكيد الله يسعدك، واكيد كل حدا كل انسان بيساعد كل انسان بعطي، ان شاء الله ربنا اكيد رح يعطيه، واكيد بشعر بالامتنان لنفسه. هي الفرحة لما انت تقدمي وتساعد أسرة وهذا الطفل يعني يعيش في جو مش محتاج إشي، لأنه الاحتياجات الكثير الاحتياج جوا كثيرة، بس على الأقل الحد الأدنى من اللي بتحتاجه كل أسرة وكل طفل فلسطيني، على أساس أنه إحنا بنطلع أنه هذا اللي بده يبني الوطن. فإذا عاش حياة كريمة رح يبني، وإذا لا سمح الله كانت سيئة ما بدناش نروح لأي خيارات، ما رح يبني أكيد، ورح يشعر بالثقة بداخله ورح قديش يكون فخور بنفسه وفخور بعيلته أنه من لا شيء قدرت تصنع شيء وكرمال أنه يعيشوهم حياة كريمة إن شاء الله. شكرا كثير لك خالد على وجودك معنا، وربنا يديم العطاء دائما من الأشخاص اللي عندهم خير مثل حضرتك ومثل أكيد كل الأشخاص اللي بيشتغلوا معك بحملة فائض ما لديكم. شكرا لك وكل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. رمضان كريم مشاهدينا الكرام، ورسالتنا لحلقة اليوم: لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. احنا بإمكاننا أن نمكن عائلة ونساعدها تصرف على نفسها وتكون ممتنة لنفسها مش فقط لأصحاب الخير. رمضان كريم ويجمعنا على تلفزيون فلسطين. مشهد عائلي بامتياز، العيلة كلها عم تتعاون لحتى ترتب الأغراض بالعرباي ويباشر فراس بالعمل. الفرحة والحماس موجودة بعيونهم جميعا، الأطفال، الزوجة، وأكيد بنقدر نشوف هالفرحة بعيون فراس. مساعدة العائلة المحتاجة ماديا رح يريحهم لفترة معينة وممكن يقضي كم حاجة من احتياجاتهم، بس لما تكون الحالة شغوفة تجاه العمل مثل فراس، على الرغم من كونه من الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، يفترض فينا نساعدهم ونمكنهم من الحصول على الأمان الاقتصادي والمعيشي، ويفترض من المجتمع إنه يقبلهم مثل ما هم بحالتهم الصحية ويحتضنهم لحتى يأمنوا قوت يومهم.